هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. أهلا بكم مشاهدينا أيضا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسار السوق. سوف نقف على إغلاقات الأسواق الخليجية وأيضا مسارتها خلال تداولات هذا اليوم. صحيح، التوقعات الأسواق جاءت متباينة اليوم، وإن كانت التوقعات تشير إلى تراجعات وتأثر مباشر بالأسواق العالمية التي لم تكن بذلك السوء المتوقع في ظل الهجمات التي حدثت في نيس وميونيخ، وكان من المفترض أن تضغط على الأسواق العالمية بجانب تراجعات أسعار النفط وبالتالي تؤثر سلبا على مسارات الأسواق الخليجية، لكن ذلك لم يحدث حرفيا، تأثرت إلى حد كبير بنتائج الشركات. أبرز العناوين في هذه الجولة: الأسواق الخليجية تفتقد محفزات تقود تحركاتها رغم تواتر البيانات المالية، دبي يواصل صموده فوق 3500 نقطة، والقطري يقاوم. مع تواتر إعلانات نتائج البنوك الخليجية، أرباح الشارق الإسلامي تقفز إلى 257 مليون درهم في النصف الأول، وبنك الخليج يحصد 20 مليون دينار كويتي. احتياطات المصرف المركزي الإماراتي من الأصول الأجنبية تقفز أكثر من 14% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ومستوياتها تتعدى 300 مليار درهم. إذا دعونا نتتبع هذه المسارات والإغلاقات للأسواق الخليجية مع الزميلة حفيظة البشاري بشكل أكثر تفصيلا. إذا كيف كان أداء الأسواق الخليجية خلال تداولاتها لهذا اليوم؟ نلقي نظرة إذا على إغلاقات الأسواق الكويتية اليوم بأداء إيجابي حوالي 20 النقطة المئوية بالنسبة لمؤشر كويت 15، أيضا كان تفاعل إيجابي بالنسبة للأسهم القيادية اليوم، أيضا الكويت السعري ارتفع بقرابة 10 النقطة المئوية وأداء إيجابي على الوزني بحوالي 10 النقطة المئوية. أسواق الإمارات طبعا بعد اللون الأحمر الذي كان خلال تداولات يوم أمس، عمليات البيعية في العديد من الأسهم القيادية خاصة على إعمار وغيرها، اليوم كان بأداء إيجابي، لاحظنا شهية التداول إلى اللون الأخضر تعود، وأيضا شهية الاستثمارات في معظم القطاعات كانت اليوم إيجابية. سوق دبي ارتفع ب1% عند 3555، عدنا لهذا المستوى في تداولات اليوم، 37 نقطة أضافها المؤشر. أيضا سوق أبوظبي بدعم من القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات اليوم كان على أداء إيجابي، ارتفع ب1% وأضاف 46 نقطة عند 4614 نقطة. سوق البحرين أيضا لجلسة ثانية على التوالي أداء إيجابي، ارتفعت بحوالي 8 أشهر، لكن سوق مسقط رغم الأداء الإيجابي لمعظم الشركات خاصة في القطاع المصرفي والتي سجلت أداء خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام إيجابي جدا باستثناء بنك صحار، لكن اليوم التداولات كانت ضعيفة وحوالي 10 النقطة المئوية من التراجع. بورصة قطر المؤشر مع نهاية الجلسة بارتفاعات إيجابية 68 نقطة، حوالي 16 نقطة مئوية من الارتفاعات، وأغلق عند 10553 نقطة. في الأخبار، سجلت احتياطيات مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية ارتفاعا قدره 14.4% على أساس سنوي بنهاية يونيو الماضي. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية نتيجة تقلبات أسعار الذهب الأسود والذي يشكل جزءا هاما في ناتجها المحلي الإجمالي، إلا أن قطاعها المصرفي وهو أحد أعمدة اقتصادها الأساسية قد استطاع من خلال السياسات التنظيمية الفعالة الصمود أمام التحديات. فخلال يونيو الماضي شهدت احتياطيات مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية ارتفاعاً على أساس سنوي قدره 14.4% لتصل إلى ما يقارب 314 مليار درهم، أما على أساس شهري فقد نمت هذه الأصول بنسبة 6%.
وقد استحوذت الودائع المصرفية في خارج حدود الإمارات على 116.8 مليار درهم من إجمالي الأصول الأجنبية المملوكة للمصرف في نهاية يونيو الماضي، في حين كان نصيب الأوراق المالية المحفوظة ما يقارب 192 مليار درهم من الإجمالي، وبلغت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى ما يقارب 5 مليارات درهم. نمو الأصول جاء ليعكس متانة النظام المالي في الإمارات ويبرز الدور الفعال الذي لعبه البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز جودة الأصول للحفاظ على أهم أعمدة التحول الاقتصادي في الدولة. الودائع الأجنبية للبنك شهدت هي الأخرى نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية لتصل إلى ما يقارب 117 مليار درهم وبنسبة ارتفاع بلغت 8% على أساس شهري، لتعكس السبب الرئيسي لنمو الأصول الأجنبية التي استفادت من توفر السيولة وحرص البنك على تنوع الاستثمارات. ودائما في أخبار الإمارات، حيث يناقش مجلس إدارة شركة دول للاتصالات الإماراتية في اجتماعه الخميس المقبل أداء الشركة المالي والبيانات المالية للربع الثاني من هذا العام، وأيضا اقتراح توزيع الأرباح. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. إذن مشاهدين، مصرف الشارقة الإسلامي حقق نتائج إيجابية خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام. ارتفعت الأرباح بنسبة 26% إلى 257 مليون درهم إماراتي. سوف نبحث في النتائج المالية وأيضا البيانات المالية للمصرف في هذا العرض المفصل للزميل محمد فتحي. نظرة على الأداء المالي لمصرف الشارقة الإسلامي في النصف الأول من 2016، الأداء جاء متفوقا على التوقعات وجاء أفضل من النصف المقابل من عام 2015. بداية، ارتفاع الأرباح على أساس نصف السنوي 26% إلى 257 مليون درهم بالمقارنة مع النصف الأول من 2015 204.6 مليون درهم. ماذا عن باقي المؤشرات بالنسبة للأداء المالي؟ نلاحظ بداية ارتفاع الأرباح. ما هي الأسباب وراء الارتفاع؟ الإيرادات بالنسبة للرسوم والعمولات مرتفعة 97% إلى 314 مليون درهم في النصف الأول من هذا العام، وكذلك هناك ارتفاع طفيف في إيرادات المرابحة والإجارة بنسبة 3% إلى 417 مليون و300 ألف درهم. ماذا عن توزع الإيرادات بالنسبة هذه الإيرادات التشغيلية طبعا بالنسبة لمصرف الشارقة؟ تأتي من الضيافة والوساطة 2%، الخزينة 29%، 23% للأفراد، 45% بالنسبة للشركات. إيرادات المصرف بالنسبة لهذا النصف 32% ارتفاع، 662 مليون و600 ألف درهم في النصف الأول من 2016. ماذا أيضا عن باقي المؤشرات؟ المركز المالي الأصول مرتفعة ب 7%، 29 مليار و800 مليون درهم. نلاحظ أيضا ارتفاع أو تراجع في القروض من 15.9 مليار إلى 15.8 مليار، تراجع طفيف ب 1%. الودائع مرتفعة ب 14% من 15.3 مليار إلى 17
ونصف المليار في النصف الأول من 2016. أهم النسب والمؤشرات المالية لأداء الشركة أو أداء البنك: كفاية رأس المال 21.5%، العائد على الأصول 1.7%، العائد على حقوق المساهمين 10.9%، ونسبة الأصول السائلة 21.5%. إذن دعونا نذهب إلى الكويت أيضا لنرى الإغلاقات الكويتية اليوم، والتي جاءت أيضا باللون الأخضر على كافة المؤشرات. ارتفاعات طفيفة، كان المؤشر قد بدأ متراجعا لكن تراجع أقرب إلى الاستقرار، والنتائج الإيجابية للشركات دعمت المؤشر، لكن كثير من المحللين يقولوا أنها ليست قوة الدعم التي كان ينتظرها المؤشر والتي تتناسب ربما مع هذه النتائج. هذا المؤشر الذي عودنا في الفترة الأخيرة أنه يدور ربما في دائرة ضيقة، دائرة تذبذبات ضعيفة وسط أحجام وقيم تداول قليلة، وإن كانت قد زادت نسبيا في الفترة الماضية لكن ليس كما هو الطموح، وبالتالي المؤشر السعري كان عند 5395 ارتفاعات بأقل من 10 نقطة المئوية، أقرب إلى الاستقرار. كذلك مؤشر الكويت الموزون أيضا بذات الوتيرة، لكن مؤشر الشركات الكبرى الخمس الكويت 15 ارتفاعات بثلاثة أحجار النقطة المئوية، مستفيدا من نتائج الشركات الإيجابية التي حدثت في هذا السوق. أبرز الناشطين والأكثر نشاطا كان المستثمرون القابضة المال ميادين هيتس تيليكوم واستثمارات، نزعات أيضا مضاربية دخول وخروج سريع كانت ثمة المميزة للأداء في السوق الكويتي لهذا اليوم. هذا السوق الذي بات ينتظر كثير من المحفزات حتى يستطيع أن يخترق هذه المستويات، والسوق أصلا يعاني من ضعف السيولة، يحتاج أيضا إلى سيولة كبيرة، هذه لا تأتي إلا من قبل شركات كبيرة حتى يستطيع المحرك أن يتأثر، المؤشر أن يتحرك إيجابا إلى الأمام ويخترق مستويات المقاومة الحالية. هذا على مستوى الأكثر نشاطا وعلى مستوى الأداء في السوق الكويتي اليوم. أكبر الرابحين خليج زجاج استثمارات الكويت للتمويل، كامكو أيضا دبليو جي هولدينج. من خلال أكبر الرابحين يتضح لنا المضاربة ربما التي تتم في السوق بعيدا عن الشركات الكبيرة التي ظهرت لها نتائج إيجابية ولم نجدها على المؤشر تتحرك بذات النتائج التي حصلت عليها في النصف الأول من العام. واعتبر مركز أشار للاستشارات الاقتصادية أن النوايا الحكومية الكويتية بتخصيص جزء لأربع شركات نفطية تعد توجها صحيحا. سوف نأخذ المزيد من التفاصيل لنتابع هذا التقرير. في الوقت الذي تتوالى فيه العقبات لترهق كاهل الاقتصاد الكويتي، لا سيما مع انهيار أسعار الذهب الأسود الذي يمثل الثروة الأهم والأكبر للدولة، تتعالى الأصوات بين الحين والآخر لخصخصة القطاع النفطي أملا في إخراج الاقتصاد الكويتي من النموذج التقليدي. وفيما تطل هذه الفكرة برأسها مجددا، اعتبر مركز الشارل للاستشارات الاقتصادية في تقرير صادر عنه بأن النوايا الحكومية التي كشف عنها وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح بتخصيص جزئي لأربع شركات نفطية هي ناقلات النفط والكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية والبترول الكويتية العالمية والصناعات البتروكيماوية تمثل توجها صحيحا وإجراء مستحقا منذ فترة طويلة. التقرير الذي أشاد بأهمية اتخاذ الحكومة الكويتية لهذه الخطوة لفت إلى وجود عقبتين قد تحولا دون اكتمال مشروع الخصخصة، حيث تتمثل العقبة الأولى بهوة التوقيت الشاسع بين إعلان النوايا عن أي مشروع وتنفيذه، لا سيما وأنه قد أعلن سابقا عن خصخصة 79 شركة ومؤسسة وخدمة، وذلك منذ العام 1993 ولم ينفذ منها إلا الشق اليسير، فيما تتمثل العقبة الثانية في اختلاف المصالح بين متخذي القرار، وهو أمر كفيل بإيقاف أي مشروع، لا سيما بانتشار ضعف الثقة بقدرة الحكومة على إدارة عملية تخصيص شفافة وعادلة. ومع ذلك، أكد التقرير على وجود بصيص أمل في اكتمال مشروع الخصخصة، مشيرا إلى أن الأمر الذي سيقلل من قيمة عقبات العملية هو نوايا التخصيص الجزئية، أي أن نسبة تخصيص الشركات الأربع المقصودة تتراوح في أي منها ما بين 20 إلى 30%، ما يعني أن سلطة اتخاذ القرار ستبقى في يد القطاع العام.
التقرير تفائل بصحة التوجه إلى التخصيص رغم أنه قد جاء متأخرا جدا، معتبرا أن تاريخ الحكومة الذي يفتقد إلى المصداقية والمهنية في عمليات التخصيص يستوجب منها البدء مع الشركات الأربع فقط وإتمام تخصيص الحصة بشكل أكثر شفافية وخلال زمن محدد، وذلك من أجل استعادة بعض المصداقية. هي خطوة تنمي من خلالها الكويت إلى النهوض باقتصادها المنهك على المدى المتوسط والانتقال إلى نموذج غير تقليدي، وذلك تجاوبا مع خطوات مماثلة اتخذتها دول خليجية أخرى. فهل ستنجح في اجتياز حجر العثرة الذي يقف أمام تطبيقها لآليات وأدوات الخصخصة؟ هذا ما ستجيبنا عليه الأيام القادمة. نور قاضي أمين، CNBC عربية. أيضا في معرض رصدنا لنتائج الشركات والبنوك بشيء من التفصيل، ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الخليج المدرج في سوق الكويت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى ما يقارب 12 مليون دينار. كذلك ارتفعت أرباح البنك بنهاية النصف الأول هذا العام بنسبة 11% لتصل إلى ما يقارب 20.6 مليون دينار. الزميلة لبنى فواز ترصد كل ذلك وتخبرنا عبر هذا العرض بشيء من التفصيل عن هذه النتائج والمعطيات. أعلن بنك الخليج الكويتي عن نتائجه بالنسبة للنصف الأول من هذه السنة والتي كانت إيجابية، كان هنالك نمو بأرباح هذا البنك بأكثر من 11% وحقق يعني نمو بالأرباح بأكثر من 20 مليون دينار كويتي، ولكن رغم ذلك كنا قد رأينا تباطؤ في نمو هذه الأرباح وذلك يعود إلى أسباب عديدة سنفصلها في هذا العرض. نبدأ أولا من الأرباح الصافية لبنك الخليج الكويتي، كان هنالك نمو إيجابي إذن بنحو 34%. نلاحظ بأنه بالربع الثاني من العام 2015 كان هنالك أكثر من 8 ملايين دينار كويتي، وفي الربع الثاني من العام 2016 وصل هذا الأمر إلى نحو 11 مليون دينار كويتي. بالنسبة لإجمالي إيرادات بنك الخليج، نلاحظ بأنه طبعا في النصف الأول من العام 2015 كان لدى البنك إيرادات بنحو 84 مليون دينار كويتي، التغيير كان بنحو 2%، وصولا إلى النصف الأول من هذه السنة التغيير كان بحدود 85 مليون دينار كويتي. كيف توزعت إيرادات بنك الخليج بالنصف الأول؟ نلاحظ بأنه إيرادات الفوائد كان 59، وأيضا بالنسبة للرسوم العمولات 16 مليون دينار كويتي، بالنسبة أيضا الإيرادات الأخرى كانت بأكثر من 10 ملايين دينار كويتي. أيضا كيف توزعت إيرادات بنك الخليج وكيف ساهمت بالنسبة لهذا إيرادات البنك في النصف الأول؟ إيرادات الفوائد نحو 69% هي استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الإيرادات، رسوم العملات أيضا أكثر من 18%، وأيضا رسوم أخرى وصفقات أخرى بنحو 12%. بالنسبة للأرباح الصافية، وهذا لب القضية بما يتعلق بنتائج بنك الخليج الكويتي اليوم، كما ذكرنا هنالك نمو بهذه الأرباح بنسبة 11%، كانت يعني نحو 18 مليون دينار في النصف الأول من العام 2015. نلاحظ بأنه في النصف الأول من العام 2016 تجاوزت 20 مليون دينار كويتي. أصول بنك الخليج طبعا في النصف الأول من العام 2015 كان لدينا أكثر من 5 مليار و200 مليون دينار كويتي، ارتفعت هذه الأصول بنسبة 5% ليسجل في النصف الأول من العام 2016 نحو 5 مليارات ونصف المليار دينار كويتي. المؤثرات على أرباح بنك الخليج الكويتي، كما ذكرنا هنالك نمو في الأرباح ولكن هذا النمو يتباطأ وليس بالقوة المفترضة، هنالك انخفاض في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4%، هنالك أيضا نمو إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 9%، وهنالك نمو الإيرادات الأخرى بنسبة 32%، وهذه من الأمور الضاغطة على نتائج النصف الأول لبنك الخليج الكويتي. مؤشرات مالية لبنك الخليج الكويتي وهذه التي تحافظ على استمرار هذا البنك بتسجيل الأرباح، رأس المال هو أكثر من 300 مليون دينار كويتي، أيضا بالنسبة للقيمة السوقية وهذه كلها أرقام محدثة يعني حسب أداء السهم بالنسبة لبنك الخليج اليوم، القيمة السوقية 720 مليون دينار كويتي، وأيضا معدل كفاية رأس المال أكثر من 18%، طبعا كان هنالك يعني في الفترة السابقة يصل إلى نحو 15%، ولكن تم إصدار سندات مساندة ب 100 مليون دينار كويتي، وهذا ما رفع من نسبة كفاية رأس المال بالنسبة لبنك الخليج. القيمة الدفترية اليوم أيضا حسب يعني اليوم 180 فلسا. إذا لابد أن نذكر أيضا بأنه بنك الخليج كان قد اضطر إلى تجنيب بعض
بعض المخصصات بنحو 300 مليون دينار كويتي. إذا كان هذا عرض سريع لأداء الأداء المالي لبنك الخليج الكويتي في النصف الأول. نبقى دائما مشاهدينا في القطاع المصرفي الكويتي، حيث انخفضت الأرباح الصافية لبنك وربا والمدرج في سوق الكويت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى ما يقارب 130 ألف دينار، في حين ارتفعت أرباح البنك بنهاية النصف الأول من هذا العام بنسبة 44% لتصل إلى ما يقارب 460 ألف دينار كويتي. طبعا أداء إيجابي لبنك وربا. صحيح. إذن هذا هو السهم اليوم يرتفع، إذن الأداء الإيجابي أيضا للبنك يتفاعل معه المستثمر في السوق الكويتي وارتفاعات بواحد وعشرين النقطة المئوية على إغلاقات السهم. كامكو للاستثمارات الكويتية استحوذت على مركز العمليات العالمي لشركة جنرال إلكتريك في الولايات المتحدة بنحو 113 مليون دولار. وأكدت كامكو أن المبنى يوفر فرصة استثمارية جاذبة ذات عوائد واعدة، متوقعة أن تسفر صفقة الاستحواذ على تحقيق صافي عائد يبلغ أكثر من 6% خلال فترة الاستثمار. دائما في أخبار الشركات الكويتية ونتائج الأرباح التي جاءت إيجابية لمعظم الشركات، لكن أرباح صافية لشركة مزايا القابضة انخفضت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى ما يقارب 2,200,000 دينار كويتي، في حين ارتفعت أرباح الشركة بنهاية النصف الأول من هذا العام بنسبة 1% لتصل إلى ما يقارب 4,100,000 دينار كويتي. إذن هذا هو سهم مزايا القابضة اليوم بأداء إيجابي، ارتفعت تقارب 1.17 النقطة المئوية. دائما في الكويت وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على طلب الشركة المتحدة للدواجن بالانسحاب الاختياري من سوق الكويت، ويتعين على الشركة الالتزام بالإجراءات اللازمة لهذه العملية. من الكويت إلى الإمارات، حيث ارتفعت أرباح شركة دبي الأولى للتطوير العقاري لكنها مدرجة في بورصة الكويت خلال النصف الأول من العام الجاري وبشكل طفيف، وصولا إلى 1.5 مليون دينار كويتي. طبعا الشركة كويتية صح؟ صحيح، وإدراجها في هناك. إذن ننتقل إلى قطر في هذه الجولة من مسار السوق. إذن مسار السوق القطري اليوم وإغلاقات السوق القطري نتابعها من خلال الإغلاقات التي كانت على ارتفاعات بستة أعشار النقطة المستوي المئوية. السوق القطري يحافظ على مستويات 10,553 نقطة، وسط أداء إيجابي ملحوظ في الفترة الماضية للبورصة القطرية قياسا على كثير من النتائج التي تظهر فيها شيء ربما من الارتفاع. القطاعات كلها دون ما استثناء مرتفعة. قطاع البنوك والخدمات المالية لاحظنا نتائج البنوك التي سجلت ارتفاعات ب3% في النصف الأول، وهي تعتبر نسبة جيدة قياسا على الأوضاع المالية. ارتفاعات اليوم ب13 نقطة مئوية. قطاع الصناعة أيضا في انتظار أيضا نتائج شركات صناعية مهمة في الفترة الماضية، عليها كثير من الرهان في تحقيق مستويات اختراق أعلى للبورصة والمؤشر القطري، وارتفاعات بربع النقطة المئوية. قطاع النقل أيضا يسجل ارتفاعات ب13 النقطة المئوية. الأكثر نشاطا في قطر المتحدة للتنمية ناقلات مصرف الريان بنك قطر الأول إزدان القابضة على التوالي. نلحظ أن السيولة في قطر أيضا تزداد باعتبار أن شركات ذات أوزان ثقيلة تدخل ضمن الأكثر نشاطا وبالتالي تحرك دفة السوق. لكن على مستوى الرابحين نلحظ شيء من المضاربة التي تتم خاصة دلالة، وهو من أكبر الرابحين في قطر بعد أن كان يقود سلسلة من العمليات المضاربية في الفترة الماضية، وعمليات جني أرباح يعود من جديد إلى الارتفاع ب2.4 النقطة المئوية. يليه بنك قطر الأول، إزدان القابضة، المتحدة للتنمية، والبنك التجاري. بنك قطر الأول يرتفع بأكثر من 2%. أما أكبر الخاسرين فهي الطبية ومجموعة المستثمرين القطريين، قطر للإسمنت والدوحة للتأمين ومجمع المناعي.
إذن الأداء إيجابي على العموم في معظم الأسواق الخليجية، سواء أسواق الإمارات أيضا السوق الكويتي وبورصة قطر خلال تداولات هذا اليوم. شهية التداولات وأيضا الاستثمار مائلت إلى اللون الأخضر طيب. نعم، كذلك في الإمارات الأحوال طيبة، اللون الأخضر إعمار استرد ما دفعه البارحة ونقصانها عن 7 دراهم إلى 7.86، يعود اليوم من جديد إلى 7 دراهم. إذا كانت هذه هي الجولة في مساء السوق. تحياتي الفريق العامل في هذا البرنامج، منتج هذه الجولة حازم الشيخ، مخرجها عبد البطارسة، والفريق العامل. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة.